مساء الخير. احنا النهاردة عامل فيديو جديد مختلف. ده اول فيديو ليا بعمل انبوكسنج لجهاز. الجهاز اللي انا بعمله الانبوكسنج النهاردة هو نفيديا شيلد زي ما انتوا شايفين الكونسول, و ده اندرويد بوكس. الديفايس ده نزل منه اول فيرجن في 2015, مفتكرش ان هو نزل في مصر. الفيرجن ده كمان انا دورت عليه في مصر ما لقيتوش, بس لقيته على سوق في الامارات. الفيرجن ده مختلف عن الفيرجن اللي قبليه في الحجم, ده اصغر شويه, الحجم بتاعه اصغر. انا هوريكم دلوقتي هم صغروه لدرجه ايه. والريموت بقى ينزل معايا. الاول الريموت ما كانش بينزل مع الجهاز خالص, فبالتالي انت كنت بتحتاج تشتريه, كان تقريبا عامله $70 او حاجة لوحده. كان بينزل بس الدراع وكان بينزل الكونسول. طيب ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده عبارة عن اندرويد بوكس عادي خالص, بس محطوط فيه كارت نفيديا, فبيقدر يشغل جيمز ويقدر يستريم جيمز من بي سي او من اي جهاز في كارت نفيديا تاني. خلينا نبدأ في الانبوكسنج. انا بس عايز اوريكم العلبة من برا. دي العلبة من برا, طبعا محترمة يعني وتقيلة وكده. انا جبته من كندا اهو. دي المحتويات بتاعته, محتويات الكونسول, الكنترولر, ريموت كنترول, والباور ادابتر. ودي مشكلة ان هو ما بينزلش معاه كابل HDMI علشان نوصله بالتلفزيون, لازم انت تشتري له كابل. فخد بالك من الموضوع دوت علشان ما تقعش في الوقعة دي. انا كان معايا كابل الاول كنت عارف المعلومة. طيب ده المواصفات بتاعته زي ما انتم شايفين اهو, محطوط في تيجرا X1 بروسيسور, في جرافيك كورد, في البروسيسور بتاعه 64 بت, في 3 جيجا رام, وفي 16 جيجا ستوريج. في نسخة تانية من الجهاز ده اكبر شوية, اكبر كحجم, في 500 جيجا ستوريج. بس انت مش محتاج الكلام ده, هقول لكم ليه قدام انت ليه مش محتاج ال 500 جيجا ستوريج. اوكي تعال نرجع تاني اهو. عندك بعد كده اندرويد تي في, كروم كاست, جوجل كاست, بتقدر تستريم 4K, ودي حاجة مهمة جدا في الجهاز ده, لان قليلين الاجهزة اللي تقدر تستريم 4K اللي موجودة في الماركت دلوقتي. في وايرلس, وفي ايثرنت جيجا, انا ده غالبا هوصله على الجيجا, وفي 2 USB 3, وفي ديجيتال دولبي, والبورت طبعا بتاع HDMI. طيب ليه انا بقول لك هات الفيرجن ده وما تجيبش الفيرجن ال 500 جيجا؟ نفس المواصفات, نفس كل حاجه, مفيش اي فوارق خالص. الفرق الوحيد هو الاستورج. فانت ممكن تجيب USB زي دي كده وتوصلها في USB بتاع الجهاز, فبالتالي هيبقى هت اكسباند الاستورج, وفي نفس الوقت مش هتتكلف كتير. واحدة زي دي تشوف انت الحجم اللي انت عايزه. انا جايب دي زي ما انتوا شايفين, دي 32 جيجا, دي قديمة اصلا كانت عندي, فاهمين. انا عارف ان هي بطيئة شوية بس هتشتغل. 32 جيجا وهوصلها بالجهاز. وزي ما انتوا شايفين ادي المواصفات بشكل عام. بيقول لك اهو اندرويد تي في, 4K, فويس كنترول. دي ميزه تانية, انت تقدر تتكلم الريموت وتقدر تجيب منه تعمل جوجل سيرش على مثلا على فيديو او اي حاجه. وبعد كده عندك هنا جيمنج. طبعا في ميزه هنا ان انت عندك حاجه اسمها جي فورس ناو. جي فورس ناو ده سبسكريبشن زي نتفليكس كده, بس بدل المسلسلات والافلام للجيمز. فانت طب البروسيسنج ده بيتم فين؟ البروسيسنج ده بيتم على السيرفر,
وانت مجرد بس بتستقبل. طيب هل بيحصل لاجنج؟ بيحصل حاجات كده والله، حسب الانترنت كونكشن بتاعتك انت. لو انت الانترنت كونكشن بتاعتك في البيت بطيئة طبعا هيحصل لك لاجنج، اذا لو انت في البلاد المحترمة مش هيحصل لك لاجنج يعني، والكلام ده اقصد يعني بيها اللي فيها انترنت سريع. طيب البوكس زي ما انتم شايفين جاي سيلد من ناحيتين، ادي من ناحية وادي كمان ناحية تانية. اوكي ده الشكل العام بتاع البراوزر، الانترفيس يعني بتاعه، وانا هوريه لكم طبعا لما نشغله على التلفزيون. اوكي انا هفتح دلوقتي السيلد اهو، ده اول سيلد. بسم الله. تقريبا هو ممكن انا دلوقتي هفتح اول سيلد، بيتشال كده عادي اهو، ده اول سيلد، ده تاني سيلد. على فكرة انا ما شفتش الجهاز قبل كده، ده انا ما شفتش الجهاز، دي اول مرة بفتح فيها الجهاز معاكم عشان شارككم كل حاجة يعني. اوكي ادي اهو جهاز اهو، معلش على التصوير انا ماسك الكاميرا بايد وبصور. تمام زي ما انتم شايفين. ادي الديفايس زي ما انتم شايفين، في العلامة بتاعت نيفيديا، علامة بتاعت نيفيديا، في زي الحناءات كده موجودة هنا. اوكي وادي الريموت. بالنسبة للريموت هو تحسه مسكته في الإيد حلوة، حتى ضغطة الزراير بتاعته، ضغطة الزراير كويسة. في زرار في النص، يمين شمال فوق وهكذا، في ده الزرارين دول معرفش بيعملوا ايه لسه، وده السيرش طبعا اكيد. اللي انا عارفه يعني من الفيديوهات اللي انا عارفه ان ده فوليوم اب اند داون، اب بيغير فوليوم، داون بيغير. المختلف في الريموت ده عن الريموت الفيرجن اللي قبل كده ان الريموت ده ما فيهوش اولا بطارية، غير البطارية من هنا، وان هو كمان ما فيهوش السماعة، تقدر تحط تقدرش تحط السماعة من هنا زي ما انتم شايفين. اوكي بس هو feels nice يعني. اوكي ده الجهاز نفسه، ادي الجهاز نفسه. الجهاز زي ما انتم شايفين تقريبا قد كف الايد يعني، ما بتحتاجش يعني تخيلوا انتوا، انا ده مش كبيرة على فكرة يعني، تحسه قد تليفون 5 انش مثلا يعني، لا مش 5 انش يعني اكبر شوية، فاهم يعني، بس كويس. وزنه مش تقيل قوي يعني. طيب الناحية الشمال، الناحية الشمال ما فيهاش اي حاجة، من قدام، من قدام برضو ما فيش اي حاجة، من ورا اوكي من ورا هنا ابتدينا الكلام. ادي اهو عندنا النتورك اتش دي ام اي والاتنين يو اس بي 3. اوكي
اوكي من الجنب التاني مفيش اي حاجة، واضح ادي الفان، ومن تحت برضو مفيش اي حاجة، ده واضح ان دي تهوية. اوكي ودي معلومات الجهاز. تمام الجهاز مفهوش حاجة يعني سبيشال، غير ان هو هو شكله لطيف، خصوصا حلو اللون الاخضر ده، شكله لطيف، و الريموت شكله كويس ومسكته كمان كويسة. الريموت حلو، انا عجبني الصراحة مسكة الريموت. اوكي تعال نشوف في ايه تاني في البوكس. اوكي مفيش حاجة طبعا. الدراع تمام، في هنا زراير اهو. اوكي الباد actually feels nice، يعني هي انا متعود على PS3 بلاي ستيشن 3، بس دي looks nice، يعني الكنترول بتاعها حلو، مسكتها حلو، شكله كمان حلو، تحس ان انت في الفضاء. هنا برضو في فوليوم up and down، لو عملت في النص كده up and down، وورا طبعا البتاع، وادي الشارجر من ورا، في شيلد، ودي الفتحة بتاعت الشارجر. اوكي في ميزة بقى هنا، ان انا ممكن اوصل سماعات هيدفونز عشان محدش مزعجش حد وانا قاعد بلعب مثلا، او انا بتفرج على فيلم او اي حاجة من هذا القبيل. الحاجات الخطوط اللي عاملينها دي والله شكلها حلو، عاملة شكل كده لطيف، يعني مخليها الديفايس كده شكله حلو، يعني تحس ان انت هتطير دلوقتي حالا. هنا ايه ده؟ ده زرار برضو، بس انا معرفش ده بيودي فين. هنفتح الجهاز سوا دلوقتي ونشوف بيودي فين. متهيألي ده السيرش، لان انا حاسس هو فيها مكان حاجة تتقال يعني، او تتعمل فتحة سبيكر يعني. هنشوف في ايه تاني. الكتالوج كويك ستارت، كتالوج قديمة وانا. مفيش اي حاجة، وصل الكهرباء، ارجع الكهرباء، اعمل الكهرباء، شكرا. تليفونات، شكرا حمادة. وادي الباور، ده USB. ايه ده؟ فين بقية الباور؟ ده سبورت جايد، ماشي اوكي شكرا. متهيألي ده الادابتر. شوف الجو يا اخي، جو الستايل المصري وبتاع. ايه ده؟ ما ادونيش الشاحن، ارجع لهم تاني بقى والجو ده. ادي اهو الشاحن لانفيديا، ده عشان كندا، فطبعا انت لو هتستخدمه في اي بلد تانية خلي بالك من الموضوع دوت. اعتقد في كل بلد بيتباع بحسب الشاحن بتاعه. الشاحن USB. طب USB، مش USB، هو غريب كده، فتحة غريبة، مش USB، هي اصغر من USB شوية، بس هو البوينت هو لو ده الشاحن، امال ده بيعمل ايه؟ ده على اساس عايز اوصله بايه يعني؟ هو في هنا اصلا، دي وصلة الشاحن وده وصلة USB، طب ده بيعمل ايه؟ عشان اشحن موبايلي مثلا يعني، ولا ايه؟ تيجي مع كويك جايد اهو. حاجات غريبة كده، الناس دي بتعمل حاجات غريبة. ال HDMI اللي هما ما دخلوهوش اصلا، وبعد كده الكهرباء. اوكي ما فيهاش اصلا. اوكي هنشوف. اوكي انا هستأذنكو، هوصل الجهاز بالتلفزيون، هوريكو الوصلات، وبعد كده هشغل وهرجع لكم تاني عشان تعرفوا بس انا بحبكم قد ايه. انا ما شغلت التلفزيون اهو،
وما عملتش اي حاجة خالص. بيقول نو سيجنال بس تعب بتروح مني كل شوية. وادي الجهاز انا ركبت فيه النتورك، وركبت ال HDMI، وركبت كمان ال USB اللي كانت معي. اوكي انا دلوقتي هركب الباور اهو. انا مرضتش حتى اركب الباور والله من غيركم. اوكي انا راكب الباور الغريب دوت اهو، النور الاخضر نور. جميل حلو. اوه التلفزيون طلع لي نفيديا، شكله بيعمل ابديت اندرويد. بريس باتن. انا طبعا الكاميرا اللي انا بصور بيها معفنة جدا، انما الصورة انا عايز اقول لكم الصورة رائعة، الصورة كمان اكتر من رائعة. ده انا لسه في السيت اب الاولاني اهو، هو بيقول لي يدوس على الزرار ده وانا هدوس له على الزرار ده، ما حصلش حاجة. ندوس تاني. لا حصل اهو. انا ما اعرفش اللي حصل. طب ارجع باك ازاي؟ اهو. اوكي هو هنا بيسألني على لانجويج، عندك اندرويد فون. هو دلوقتي عايزني اسطب عن طريق التليفون. اوكي نفتح جوجل. هو دلوقتي بيسألني على السيت اب كونتينيو ولا لا. كونتينيو. بيسألني هنا ريورد بروجرام يوز ماي جوجل اكونت. ماشي هنضم للريورد بروجرام. بس في حاجة حاصلة عندي، الفوليوم كنترول. بصوا من هنا، بصوا بيحصل ايه، بيعلى ويوطى. انما هو المفروض يكون من هنا. اوكي بص لو مشيت ايدي هنا، بص بيوطى ازاي اهو. فدي ما اعرفش دي جليتش بقى دي ولا ايه. واضح ان هو نزل ابديت وبيعمل وعايز يعمل ستارت، فانا هقول له اوكي نزل ابديت. اوكي طالما احنا لسه بادئين يبقى نزل ابديت. ابديت ده الريموت. ايه ده ازاي كده بيابديت الريموت؟ ممكن اتمنى ان يكون المشكله بتاعت الجليتش دي حلوها في الفويس كنترول، حلوها في الفيرجن الجديد. هنشوف. يا خبر النهارده الفلوس بعد 5 دقايق هيبقى ببلاش. واللي بيتساءل على سرعة الانترنت عندي كام، سرعة الانترنت عندي 150 ميجا. فاعتقد يعني انا مش عارف هو مش كاتب حجم الملفات دي قد ايه اللي هو بيعمل لها داونلود، بس ايا كان انا سرعة الانترنت عندي 150 ميجا، والكونكشن اللي واصلة بالجهاز دلوقتي جيجا. فاعتقد ان انا عامل يوتيلايزيشن للماكسيمم سبيد. يعني هو ماله 256 ميجا ولا ال 1 ميجا اللي انت عندك في البيت؟ عايز ايه اكتر من كده؟ احمد ربنا يا جدع، احمد ربنا بسيطك وش وده. لا الصراحه ربنا يكون في عونكم. يعني بيعلي وبيوطي، هو اتعمل له ابجريد خلاص. خلينا نشوف بقى. لا الجليتش برضو لسه موجود، الجليتش لسه موجود للاسف. انا قلت ممكن يتابجريد، بعدين سنسيتيف جدا، ممكن يكون من السيتنجز. هشوف دلوقتي. اوكي حلو والله، نافيجيشن حلو سريع، مفيش مشكلة في النافيجيشن خالص. اوكي دي ريكومنديشنز، ننزل تحت نلاقي جوجل بلاي، جوجل موفيز، يوتيوب، نتفليكس، ميوزك، امازون فيديو. ايوه امازون فيديو ده مش موجود في اي اندرويد بوكس الا في نفيديا شيلد. بعد كده جوجل بلاي جيمز، فودو، بليكس. اوكي مفهوش كودي، اعتقد انا هحتاج انزل كودي. اوكي ده نفيديا جيمز وده بلاي ستور. اوكي باتري از فيري.
لا يا جدع، عرفنا دلوقتي الكابل ده بتاع ايه. ده الشاحن بتاع ده، الشاحن الشاحن بتاع ده. شفتوا بقى، شفتوا بقى احنا ظلمنا الراجل ازاي. ثانية واحدة اوصله دلوقتي. انا شغال بيه، هو شغال بيه عادي خالص. الريسبونس بتاعه كويس، بس انا هسيبه هنا ايه شاحن شوية عشان لما اقدر العب بيه بكرة، عشان الوقت اتأخر دلوقتي. في الحقيقة الفليكنج ده بس في الموبايل، جاب لي الفيلم اقدر اشوف تريلر اتفرج عليه على جوجل بلاي وافيلبل ام فودو، بس انا معرفش افيلبل فلوس ولا افيلبل بلاش ده ولا ايه ده. خلينا نشوف التريلر بتاعه. كمان جايب لي الكاست، اوكي جايب لي السيريز بتاعت باتمان كلها، دخل على دي سي كوميك وبعد كده سوبر هيرو كيوتيوب. اوكي شكرا، تعال نتفرج على التريلر كده ونشوف الاخبار ايه.